مستنيكي تحت المستشفى. معنى كده انه كان بيراقبك وفي خطر انك تبقي لوحدك. طبعا، امال احنا قاعدين مراقبين كده ليه؟ معنى كده زي ما راقبكم يبقى بيراقبنا احنا كمان. يلا اقعد اقعد. بيهزر عم بيهزر. بيهزر بيهزر. بس انتوا ما تعرفوش اعملوا معايا ايه. اكلوني الشوكولاته كلها. انا اسفه قوي، انا مش عايزه اسبب لكم مشاكل اكتر من كده، عشان كده انا بقول يعني. دمار ما تكمليش، خلاص مبقاش ينفع. طيب ممكن نقوم نجيب حاجه حلوه؟ تيجي معايا؟ انا عمال اقول لك من الصبح. انا عمال لك ادخل ادخل. يلا يلا حاجه حلوه. هتتاخر عمي حافظ. جميل قوي يا عمو، جميل جميل عمو. يلا 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 فين يا حبيبي؟ هنا عمر، مش عايزك تتصرف اي حاجه هتقولها. انا لفيت وشفت وعرفت وقابلت ياما، لكن والله عمري ما حسيت زي اللي انا حاسه دلوقتي. واللي كانت نازله فيك احضان في المستشفى دي تبقى ايه؟ اللف بتاع زمان برضو؟ دي ايه؟ لا دي واحده مخاطه والله، انا طردتها بعد كده شر طردها. عمر احنا يا دوب عرفنا بعض صدفه. دي مش صدفه، ده مقدر ومكتوب. انا بخاف قوي من الحاجات المستعجله دي. وانا راجل ما بحبش اضيع وقت. نقول مبروك. انت واقف عندك بتعمل ايه؟ بتفرج. طب ما تيجي نتفرج سوا. طب ماله، يلا يلا. اصل متعب يا عمر، حطك في دماغه، مش كل مره تسلم. تاني بصراحه يا عمر، لمرة عندها حق. متعب ده شكله شراني قوي، وبعدين كفايه اللي حصل لك منه. محدش بيموت ناقص عمر. ما تهرضهاش قوي يا قبطان، فكر كويس. اللي انا بفكر فيه دلوقتي حاجة واحدة بس. حاجة؟ حاجة ايه؟ اني بحبك وعايز اتجوزك حالا. لا انتوا اكيد عايزين تجننوني. انت ايه، خلاص مستغني عن عمرك؟ وكل ده عشان ايه؟ واحدة لسه عارفها؟ ايه خلاص الحب قطع قلبك قوي؟ مت في البيت؟ انا هتجنن هتجنن. انت مش كل شوية عمال تسمعنا تبنى على الله تبنى على الله؟ وهي تبنى على الله مالها مال الموضوع؟ هو الجواز حرام كمان عشان نتوب عنه؟ الله بلا هداوة يا تينا، خلينا نسمعه. هداوة ايه بعد اللي سمعته منكو ده؟ يا لهوي لو شفت ابن عمها ده، انا مش هخنقه، ده انا بالسكينة في كرشه. الله، طب وايه ذنبها ايه؟ ابن عمه هو المجرم، يبقى خلاص عمر يبلغ عنه ويأمن روحه خلاص. يا سلام يا اختي، ولو عملها فيه تاني اعمل انا ايه؟ يا عمر ده انا ممكن اروح فيها. صح تينا صح، لازم تأمن روحك الاول وبعدين ربنا يستر. انتوا بتقولوا ايه يا جماعه؟ انتوا مش عمالين تقولوا لي عايزينك تحب وتستقر وتتجوز؟ ليه لما يحصل كده بقى تكسروا مقاديفي؟ يا سلام، وانت هتستقر مع العيله المهببه دي؟ تينا صح، لازم تصبر شويه لما نشوف ابن عمها هيعمل ايه. وكمان تبقى ما استعجلتش وفكرت كويس. يا جماعه افهموني كويس، ده اول احساس بجد في حياتي، مش هسمح لحد انه يحرمني منه. غلط عمي. تينا غلط وانت صح. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. صدق الله العظيم. اهي يا اخويا انت مالك رشاها فاتحه على طول كده ليه؟ مش ناخد كده وندي مع بعضينا ونروح ونيجي قبل ما نتربت من لساننا؟ نعم نعم. الله عليك يا روح الغاليه. مش برضو صلاح عجب؟ ايه ده، انت تعرفيني؟ القمر يعرفه ياما، بس هو يعبر مين؟ صدقني انت فعلا بتفهمي. انت مين بقى؟ محسوبتك سعاد مش فاضيه. سعاد مين؟ مش فاضيه. ربنا يكتر اشغالك. ان شاء الله يخليك يا اخويا. وبتعالج عند الدكتور، والدكتور كان طلب مني اوراق كده اهوت، بس انا سايبه ابني مولع نار في البيت. فوالنبي يا اخويا يدوبك ثواب، اول ما تشوفه قول له سعاد لما تبقى فاضيه هتعدي عليك وتدي له الورق ده في ايده. امانه عليك يا سي صلاح، خدتك بعافيه. سي صلاح، البت سعاد مش فاضيه بتفهم ومسقفة قوي. انت فين يا بنت؟ انا خلصت علبة السجاير كلها يا بنت. الزبون طلع ايه، خفيفة؟ اتهطل يا اخويا وريل على نفسه، رجالة سايبة بعيد عنك. ما هو داخل له مين برضه؟ غزال الليل. المهم لبس الظرف. لبسه يا حبيبي. بس عايز اسألك على حاجة. قصك يا اختي. مش المفروض ان انا اللي كنت اتفق معاك واسلمه؟
انا مبسوط قوي انك سالت السؤال ده. بص يا اختي بقى، فيرست هام الواد ده لسه خارج من حادثه، يعني لسه طاري كده، مش هتعرفي تلم عليه هيزوخ. سكند هام بيني وبينك حسيت انه ممكن لعب معاك الدنيئه ويجيب لك الحكومه، فحطيتها قوه الدموخ كده ولفتها كتير، قلت نلعب معاه كارت ارهاب الاول حبتين كده بس نلعب معاه الدنيئه. طب يلا بينا يا اخويا حسن، يشوفنا. انت مالك يا بنت خايفه كده؟ ما تخليك سترونج يا بنت شويه يا واد، الواد هيشوفنا. يلا الباي ناطره النهارده مش عارف. ماشي يلا بينا. جاهزه؟ ها على الاقلاع. يلا يلا. خير يا دكتور؟ والله هو الحقيقه مش خير خالص، انتوا كل واحد فيكوا عنده مشكله تخلي عمليه الانجاب مستحيله. مستحيله؟ طبعا مفيش حاجه كبيره على ربنا، بس احنا يعني بنتكلم في حدود امكانيات الطب. طيب والعمل يا دكتور؟ يعني مفيش امل خالص؟ هو انتوا بقالكوا قد ايه متجوزين؟ بقالنا سنه وشهرين يا دكتور. كده بقى مفيش قدامكوا غير انكوا تعملوا حقن مجهري. فيش اي علاج تاني ينفع؟ انا قلت لكم المفيد وانتوا احرار. والعمليه دي تتكلف قد ايه يا دكتور؟ احنا بس نتبع العمليه الاول وان شاء الله مش هنختلف في التكاليف. كفايه بقى كفايه، انا مش مستحمل. بقول لك انا ممكن ابيع الذهب بتاعي كله. ذهب ايه بس؟ انا مش ده اللي شاغلني خالص. امال عمال تحسب ايه من بدري؟ عايز ياخد مني عينه في برطمان، تيجي ازاي دي؟ يا سلام، دي مصيبة، انت مش فاهمة اي حاجة. تعالوا تعالوا. ايوة كده، فكيها شوية، عينيكي اصلا ورمت من كتر العياط. اعمل ايه؟ انت عارفة ان الدكتور قالي ان انا مستحيل ان انا اخلف؟ ده الدكتور عوني مش كده؟ ايوة. وطبعا قال لكم عملية حقن مجهري، وقال ان العملية دي هتكلف فلوس كتير قوي ومش مضمونة. انا اختي عملتها مرتين وما نفعتش، لحد لما راحت اللي ايديه فيها الشفا. مين ده؟ ها يا دكتور طمني، ايه الاخبار؟ قولينا الحقيقه يا دكتور بالله عليك، احنا خلاص استوينا. ايه يا جماعه انتوا قلبين الموضوع جد ودراما كده ليه؟ الحكايه بسيطه. شكرا. بسيطه ازاي يا دكتور؟ ده الدكاتره كلهم قالوا لي ان انا مستحيل اني اخلف. ايوه يعني يا دكتور، وبصراحه في دكاتره يعني نصحونا بالحقن المجهري. شوف هي مدارس، في دكاتره بتحب تلجا على طول للحلول المباشره، وفي دكاتره بيحبوا يخلوا الموضوع طبيعي حتى لو في 10% نسبه نجاح. انا من ابو 10%. يعني في امل يا دكتور؟ ان شاء الله. احنا هنبدا بالعلاج والمنشطات، هو المنشطة لحضرتك وعلاج لسعادتك وربنا. دكتور هو لو عملية الحقن المجهري دي مضمونة احنا ستي ممكن؟ انت عايزة تكلفي الراجل وخلاص، خليه يجيب لك هدية بالفلوس دي يا ست احسن. ايه ده؟ يعني قول يا رب. يا رب ان شاء الله خير على اذنكم. يلا بقى سمعونا اخبار كويسة كده في الايام السود اللي احنا عايشينها دي. احنا ان شاء الله هنعمل حاجة على الضيق كده في البيت، وشرفنا طبعا ان حضرتك تبقى موجود. اكيد طبعا هبقى موجود، بس يا رب بقى تقدري تحنني قلب الدكتور علينا وينوبنا من حب صاحبه جانب. صاحبه مين؟ قصدك الدكتور عمر؟ طبعا الدكتور عمر، احنا ورانا غيره، ما هو ليل نهار بيدافع عنه. لا دي حاجات انا ماليش دخل بيها. تعال تعال يا مرتضى، عايزك توزع حاجه حلوه على المستشفى كلها، عايز كل الناس تفرح زينا. الف الف مبروك. بقولك يا دكتور. ها؟ ايه بتقول ايه؟ كشف نفس الاسم. فيها يا دكتور؟ شوف صاحبك يا دكتور، خلاص لا بقى في زمالة ولا شرف مهنة ولا حاجة أبدا. حضرته خد مريضة بتتحالك عندي وفهمها إن أنا بنصب عليها. مش معقول عمر عمل كده؟ مستحيل عمر يعمل كده، دي مش أخلاقه. الكشفين بنفس الاسم، اتفضلي حضرتك تأكدي بنفسك. إنك دعشة بجنون، ده حالي معاك، خلتني أعيش أيام مليانة بشوق وغرام، لحالي معاك
اجمل احسن.